بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين. تحية طيبة، بعد أخوكم جمال باطفاري يحييكم في مقطع جديد مقاطع التعلم مع جمال. طبعا الفيديو اللي شفتوه قبل شوي مدته تقريبا 30 ثانية أو دقيقة. طبعا هذا كنت أنا في مسجد، فسبحان الله يعني لفت انتباهي ارتفاع الوحدة الداخلية، تركيب الوحدة الداخلية من السقف. طبعا هذا المسجد تقريبا ارتفاعه في حدود ما بين 5 إلى 6 متر. فالأخوان اللي جو ركبوا المكيفات الوحدة الداخلية، وضعوا المكيف أو الوحدة الداخلية على ارتفاع تقريبا 5 متر. فأنا استغربت يعني ليش هذا كل الارتفاع. فأول ما دخلت المسجد يعني أسمع صوت هواء، يعني المروحة ما شاء الله، المراوح مال المسجد كلها مال المكيفات كلها شغالة على الأقصى تهوية أو الماكسيمم. فأنت يوم تلاحظ أو يوم تشوف الشيء هذا فتستغرب يعني ليش تم وضع مثلا المكيفات على هذا الارتفاع. كان ممكن الأخوان اللي ركبوا المكيفات يضعونها تقريبا حتى لو كان ارتفاع 5-6 متر، كان ممكن يوضعها على ارتفاع تقريبا في حدود 3-3.5 متر بأقصى حد. هذا طبعا راح يوفر عليك مثلا الكهرباء، راح يوفر عليك الصيانة، وأيضا راح يعطيك تبريد معتدل. الجماعة الحين مثلا أصحاب المسجد مثلا على أساس أنه يحصلون على التهوية والبرودة الجيدة يحولون التهوية إلى أقصى درجة، يعني أقصى درجة المروحة تشتغل فيها أو السرعة القصوى للمروحة يحطونها عليها، يعني على الهاي. ليش على الهاي؟ على أساس أن الهواء البارد يوصل لأقل شيء للأرض مثلا. فأنت يا طويل العمر يا فني، ليش تركب مثلا الوحدة الداخلية أو الوحدة على هذا الارتفاع؟ طبعا في أسباب لهذا التركيب. السبب الأول اللي هو سبب تقليل تكلفة التركيب، لأن إذا كان ارتفاع السقف تقريبا 6 متر وأنت وضعت مثلا الوحدة الداخلية على ارتفاع 5 متر، معناته طول البيبات عندك راح يكون تقريبا حدود 2 متر تقريبا، يعني ما يتعدى 2 متر. فبالتالي أنت وفرت في تركيب مواسير التكييف. الشيء الثاني أيضا راح يستفيد منه الفني وهو أثناء الصيانة. طبعا ما في سلالم راح توصلك تقريبا حدود 6 متر، لازم أنت أخذ لك سقالات اللي هي هذه المربعات. فأنت راح تجي والله تقول للمالك والله أنا ما أقدر أجيب سلم، فلازما أجيب سقالة، والسقالة هذه سعرها بالشيء الفلاني وتكلف. وأيضا المالك نفسه إذا أنت وضعت المكيفات هذه على هالارتفاع ما راح يقدر يعمل الصيانة، لأن لا سمح الله لو سوى صيانة مسكين ممكن يطيح ويتعور ويتوفى أو يموت والسبة تكون أنت. فيا أخواني هذه الارتفاعات، وضع المكيفات الوحدة الداخلية على هذه الارتفاعات شيء غير جيد أبدا وغير مقبول. هذا مش في صالحك، هذا في صالح الفني، والفني مع احترام الشديد اللي ركب هذه الوحدات ما يفهم بتركيب أجهزة تكييف في شيء. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.